في حد كمان عايزه ابارك له واهنيه. انا حابه ان انا ابارك واهني لكل جماهير المحله طبعا الجميله، وتحديدا محبي الفريق العريق فرقه نادي بلديه المحله على تاهلهم للدوري الممتاز من جديد، طبعا بعد غياب سنين كتير تقريبا من 2008، يعني بعد غياب 15 سنه كاملة عن الدوري الممتاز. فرقة محترمة جدا يا جماعة، اجتهدت بجد، وده كان تحت قيادة ابن نادي الزمالك المدرب طبعا المميز والشاطر جدا كابتن أحمد عبد الرؤوف، واللي هيكون ليه أكيد مستقبل مميز في عالم التدريب. الحقيقة أنه إحنا بنتمنى نشوف الفرق الشعبية في الدوري بالشكل ده، حابين ان احنا نشوف الفرق الشعبية في الدوري، وبنصدق الفرق طبعا الجماهيرية تتأهل ويكون ليها تواجد في الدوري الممتاز. طبعا هارد لك لفريق طنطا ولجماهير طنطا طبعا الجميلة، تتعوض بإذن الله في الجاي وترجعوا مرة تانية الممتاز الموسم القادم، وبالتأكيد دي مش نهاية الكرة المصرية. طيب بكده احنا السنة الجاية في الكرة المصرية هيضاف للدوري الممتاز ديربي جديد، المرة دي بين غزل المحلة وبين بلدية المحلة، وطبعا هيعتبر ديربي لمحبي الكرة المصرية. يمكن كان زمان، دلوقتي بقى خلاص واحد من اجمل الكلاسيكيات الكره المصريه. طبعا ديربي المحله ليه طعم خاص ومميز لانه بيعتبر اول ديربي يعني لناديين من مدينه واحده في مصر خارج طبعا القاهره. عندنا ديربي القاهره طبعا الاشهر بين الزمالك والاهلي، وعندنا ديربي كمان القناه بين الكبيرين الاسماعيلي والمصري، دلوقتي هيكون عندنا ديربي كمان اضافي بين المحله وبين بلديه المحله، هتكون بالتاكيد حاجة مميزة جدا. ولو هنتكلم عن بلدية المحلة فهو فريق عريق جدا، وعلى فكرة الفريق ده سبق ليه المشاركة قاريا في بطولة كأس الكؤوس، وحقيقي مبروك رجوعه للدوري الممتاز مرة أخرى، وإن شاء الله يكون أو يشكل إضافة مميزة جدا للدوري المصري الممتاز.